يا بسم الله يا فتاح يا رزاق وتوكلنا على الله. هذه يا سيادنا وكالة بن سعيد العقارية، أنا أمين دابا اللي كنهضر معاكم. كاينين عندنا ستاد المساعدين، أنا أمين وحسين وأيوب وهشام هو اللي كيصور دابا، وجوج بناس المكتب بشرى وشيماء. هذا سيدي عندنا واحد البلاد محفظة، واحد 1200 متر، كاينه في دوار دار حقون، جماعة ولاد مكودو، دائرة المنزل، إقليم صفرو، عمالات صفرو. عندنا سيدي هاد البلاد هادي قريبة على الدوار دار حقون، هو هذا صورة سيدي هشام، هو هذا الدوار، هو هذا دوار دار حقون قريب على المنزل بواحد 5 كيلومتر، وعلى صفرو 35 كيلومتر، وعلى فاس ب 65 كيلومتر. البلاد هي هذه كيف كتشوفوا سيدنا، هي هذه البلاد، هي دايره بالسياج، البوطوياس ديالها محفظه 1200 متر، شاده على القدرون، القدرون هي هذه، راه واصله حتى لدار حقون، وكتخرج حتى لسيدي الحسن صفرو، راه تخدمات الطريق دابا تما كتخرج حتى صفرو ان شاء الله. البلاد هي اللي دايره البوطو هي هذه دايره السياج، قربها سيدي هشام. كاينه 20 على 60، 1200 متر محفظه، شاده على القدرون، مولاها واحد. سنفوتوا لعندها نشوفوها مزيان. نفوتوا لعندها خلاص سيدي هشام. كيف كتشوفوا البلاد هي هذه، راه مواطيه فيها واحد شويه ديال الحجر، ساهل باش يتحيد. التربة ديالها غزالة، اللي بغا يدير شي سكينة شي درويش، شي سكينة شي جريدة، قريبة على الدوار، شادة على القدرون، 1200 متر، ثمن 3.5 مليون، 3.5، محفظة، قريبة على مدينة المنزل بواحد 5 كيلومتر، وعلى مدينة على مدينة صفرو بخمسة 35 كيلومتر. وعلى مدينة فاس ب 65 كيلومتر. يلا سيادنا هي هذه البليده، احنا غادي ندورو معاها ان شاء الله، وراه دايره بالسياج ديالها، مولاها راه دوره بالسياج ديالها والبوطوياس ديالها، صبغم بلاد ناضيه. وريقتها مريقلين سي امين. وريقتها مريقلين تيتر، 1200 متر، مولاها واحد. يلا سيادنا مرحبا بكم، والف مرحبا. اللي بغاها يجي نوريو له هاد البلاد هادي، ونوريو له البلادات اللي عندنا كاملين، نوريو له راه عندنا الخير موجود. شاد على القدرون، صورنا التربه ديال سيدي هشام، ها هي حمري، التربه زوينه غزاله. يلا سيادنا مرحبا بكم، والف مرحبا. قلنا 1200 متر محفظه، مولاها واحد، شاد على القدرون، قريبة على الدوار، الماء، الضو، كلشي كاين. اللي بغا يدير شي سكينة شي جريدة يزيد الغرس، بالنسبة عنده المساحة فين يزيد. بالنسبة للمرافق العمومية كلها كاينة، كاين المدرسة الابتدائية هنا في الدوار، كاين الحوانات، كاين الجامع، كلشي كاين، المرافق كاينة. الثمن 3.5 مليون، اللي بغاها يجي مرحبا به، واجي ولا عندنا مرحبا بكم، راه الوكالة ديالنا عندنا في السونتر المنزل امام المركز الشعبي. اللي بغى هاد البلاد هادي يتصل بثلاثه الارقام ديال الوكاله، كاينين ثلاثه الارقام، ولا يجي لعندنا الوكاله ديالنا، راه في السونتر ديال المنزل امام البنك الشعبي. يلا سيادنا مرحبا بكم، والف مرحبا. كنقول لكم اجي ونوريكم مره جوج ثلاثه 10، ما عندناش المشكل، وما تعطيوناش الدرهم، راه حنا ما كنشدوش الريال. صور مزيانة سيدي هشام، ها هي العرض ديالها، شاد على القدرون، 20 متر على 60، 1200 متر محفظة، مولاها واحد، ثمن 3.5 مليون. اللي بغاها يجي مرحبا به، شي درويش اللي بغا شي سكينة. وبالنسبة بغينا نوضحوا واحد النقطة، بالنسبة لواحد السيد كان جا لعندنا هادي شي
3 ايام ولا 4 ايام ما عقلش. جا لعندنا وقف علينا قال لك اسيدي انتوما كتنصبوا على الناس وكتضحكوا على الناس بهذا الشيء ديالكم، بغينا الناس اللي جاوا لعندنا واللي كيعرفونا يجاوبونا ويقولوا لنا واش حنا عمرنا نصبنا على شي واحد. يجاوبوا غير هذا السيد هذا اللي كيقول هذه الالفاظ هذه، واش عمرنا كلينا العرابن ديال شي واحد؟ كنتحداو اي واحد وكنتحداو هذا الشخص هذا بالضبط، لان حنا ولاد الاصل ولاد الناس ومربيين، والسي بن سعيد كلشي كيعرفو ولد الناس ولد الاصل، حنا خدامين مع هذا السيد الله يعمرها دار، خدامين معاه واكلين معاه طريب الخبز كيخلصنا بالجورني ديالنا وكيتهلا فينا من فوق القياس، وحنا ما كنقولوا له حتى شي حاجه، حنا كنقولوا له قول اللي بغيت عندك حريه التعبير ومرحبا بك مره اخرى، وما كنحسدوا حتى شي واحد، حنا بغينا الناس اللي كيعرفونا يشهدوا شهاده حق. واش حنا عمرنا نصبنا على شي واحد؟ واش الشي بن سعيد السي بن سعيد عمرو كلا العربون ديال شي واحد؟ الله يجازيكم بخير، اللي كيعرفنا مزيان وجا لعندنا شهدوا شهاده حق في لي كومونتير، ودخلوا قراو لي كومونتير الناس اللي مازال ما متبعيناش. المهم على العموم ما عندنا حتى شي مشكل، ومرحبا بالجميع، حنا ما كنردو حتى شي واحد، عندنا كاين اللي شرا كاين اللي ما شراش، اجيو مرحبا بكم على الراس والعين، تاكلوا وتشربوا وتنعسوا، راه قد فمنا قد درعنا. يلا سيادنا قلنا هاد البليده هادي محفظه 1200 متر شاده على القدرون قريبه على الدوار، الماء الضو كلشي كاين، ثمن 3.5 ملايين، اللي بغاها يجي مرحبا به نوريوها له ونخرجوا معاه نوريو له البلادات اللي عندنا كاملين، والله يخلف الله يجعل البركه.